طيب ناخذ النصب اللي بعده اخ مكرم. اللي بعده نصب ميشع كمان من القرن التاسع 850 تقريبا قبل الميلاد. لاحظوا يعني وانتم تطلعوا عليه انه مبين عليه مكسر. هسه بنحكي قصه تكسيره، يعني واضح الكامل هو ولكن مكسر. احنا بنحكي عن نهايه القرن 19 1868 في منطقه ذبيان في الاردن، اكتشفوا نصب لملك مؤاب، وهذا الملك اسمه الملك ميشع، وبيكتب بيوصف فيه حربه مع اسرائيل كمان. واللي اكتشفه هو شخص فرنسي كان القنصل في القدس وقتها كليرمون جانو او جانو، من حاول انه هو يحافظ عليه، عمل له نوعا ما شيء اسمه نسخ او طباعه حسب التقنيات القديمه، طبعه يعني ثبت اللي موجود، لانه اللي صار بعدين وهذا سبب تكسيره انه حبايبنا البدو وعشائر البدو حبوا انهم يربحوا شوي في هذا النصب، فولعوا تحته نار وداروا عليه مي مسقعه وتكسر النصب، بمعنى انهم كانوا حابين انه كل عشيره تاخذ قسم على اساس هذا شيء ثمين بده يربحه، كل العشائر تربح يعني ما حداش يطلع يعني خسران. طبعا هن في هاي الحاله كسروا شيء ثمين، ولكن الحجر هو موجود بالحجر بازلت اسود مكتوب فيه باللغه المؤابيه، لغه كثير كثير قريبه، انا يعني قريتها لغه كثير قريبه للغه العبريه، يعني لما انا قدرت افهمها وانا ما بعرف مؤابي فيعني نقدر ان نقول هي قريبه، لكن كمان مره بالخط العبري الفينيقي القديم، وفي نقطه بين الكلمه والكلمه فبتوضح لنا يعني بنقدر نقرا بشكل واضح. هذا النصب هو نصب تذكاري فيه توجه ديني وسياسي، هو بيحكي عن نفسه عن الملك ميشع وبيقول انه هذا انا بكرس انتصاراتي لكموش، معروف لنا بالكتاب المقدس كموش إله الوثني لمؤاب، وبمجد يعني نفسه أنه هو تمرد على إسرائيل وحرر مؤاب من تحت احتلال أو ضغط عمري ملك إسرائيل، وأنه هو هزم الأعداء وأنه وسع حدود بلاده، وهذا الشيء كتير كتير مشابه لأقوال الكتاب المقدس اللي موجود عندنا في الكتاب المقدس بس بدون مبالغات. مكتوب انه ميشع ملك مؤاب كان صاحب مواشي وادى لملك اسرائيل 100,000 خروف و100,000 كبش، يعني كان يعطيه ضريبه، وعند موت اخاب عصى ملك مؤاب على ملك اسرائيل، فهو بيحكي عن العصيان، وحتى بيوضح يعني كلمه كيف قدم ابنه ذبيحه، ولما قدم ابنه ذبيحه كيف يعني اسرائيل هيك نأزوا من الموضوع وقالوا هذا الشيء شرير وابعدوا عن الموضوع كله، ولكن بنقدر نفهم من ذكر يهورام ملك اسرائيل ويهوشافاط ملك يهودا اللي هو مكتوب عندنا في ملوك سفر ملوك الثاني في الاصحاح الثالث، بنقدر نعرف انه تقريبا النقش هذا بيعود لحوالي 850 قبل الميلاد، القرن التاسع، ملائم للتاريخ، ملائم للاحداث، وملائم للشخصيات المذكورة.